بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم كباتن اوبر وكريم، عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله احنا جايين نتكلم برضك عن مشاكل اوبر وكريم. مشاكل اوبر وكريم ما بتخلص، واكتر حاجة بتقابل الكباتن في اليومين اللي احنا فيهم اليومين دول السرقة. سرقة الاكونتات بقت بالهبل، يعني كل يوم بنكتشف طريقة جديدة. في حد من الكباتن بعت لي على الخاص ان في، يعني خد رقم واتس بتاعي وبعت لي على الخاص ان في حد ركب معاه، واحدة ركبت معاه وكان معاها شنطة كده فيها زي جهاز، حطت قالت له التليفون بتاعك كويس ورهوني كده، حطت التليفون على الجهاز اللي هي كان معاها في الشنطة وخدت منه كل البيانات، وبعد ما هي نزلت لقى الاكونت اتسرق. واحد تاني بيقول لي كان في التجمع مش عارف جاله اوردر وحد اتصل بيه قال له طب ابعت لي رقم واتس بتاعك عشان اتواصل معاك، بعت له قال له ده بيديني بيانات انا تبع شركه اوبر، خد الاكونت. لسه في حد بيبعت لي على الجروب امبارح، جروب التليجرام اللي احنا عاملينه، حد من الكباتن ان هو كان في مش عارف في التحرير او في وسط البلد فجاله اوردر وبعتوا له ان مش عارف هتاخد حد كبار الزوار او مش عارف حد مسؤول من سفارة امريكا اللي هي في وسط البلد، انا مش عارف هي فين بالظبط، بس جاله في يعني ايه جاله في الريكوست، حد بعت له وتواصل معاه متهيألي عن طريق الكتابة او من عن طريق التليفون وقال له بعت لي رقم الواتس بتاعك عشان نتأكد مش عارف من بياناتك عشان هتاخد مش عارف حد من السفارة مسؤول كبير من السفارة وتاخده. وفعلا خد الاكونت، ما خدش حد من السفارة، هو خد منه الاكونت قال له اديني بيانات عشان نتاكد نشوفك انت جاهز ولا مش جاهز. ايه جاهز ولا مش جاهز؟ احنا شغالين لنا كذا سنة عمرنا ما سمعنا على الكلام ده. اليومين دول بقى السرقة بقت علني. الكابتن ده برضك لما رجع الاكونت راح رجع الاكونت ده، رجعه تاني يوم على طول، لقى ان هو كان عليه 1000 جنيه لقاهم بقوا 2000 جنيه. يعني مش عارف الناس دي بتبص يعني ازاي او بتعمل الكلام ده ازاي، عمل حالات وهميه وكده. المهم انا جاي اتكلم عن النقطه دي بالذات اكتر حاجه عشان خاطر كباتن كتير اتواصلوا معايا وقالوا ان هو الاكونت اتسرق ومش عارف يرجعه. دلوقتي الحمد لله ليهم حوالي اسبوعين او ثلاثه او حوالي شهر فتحوا مقر اوبر اللي هو في التحرير، اللي هو مقر الجامعه الامريكيه القديم شارع الفلكي ده في وسط البلد بالنسبه للقاهره. في اسكندريه في حد قال ان هو في مكتب اوبر فاتح بس مش عارف العنوان فين في اسكندريه. اي حد من الناس بتاعت اسكندريه تقول العنوان فين عشان انا بصراحه ما اعرفش حاجه في اسكندريه، يعني ضعيف جدا في اسكندريه. المهم راح الكابتن ده تاني يوم، راح وده الموضوع ده جديد بالنسبه لي. يعني هو في كابتن قال لي قبل كده بس ده يعني حاجه حصريه ان هو راح فعلا مكتب اوبر اللي هو في التحرير ان هو ودخل لهم وقال لهم ان الاكونت اتسرق مني امبارح وكده. وفعلا عشان خاطر يعني عاملين اولويه للناس المسروق منها الاكونتات عشان دول بقوا كتير جدا اليومين دول، ودخلوه وخد الاكونت رجعه له تاني وتمام التمام. بعد ما روح لقى ان هو اتعمل له وقف بسبب ان في رحلات وهميه بتتعمل، ان هو الرحلات اتعملت قبلها بيوم عمل رحلات وهميه وحط عليه فلوس والكلام ده، ف رجع تاني للشركة عشان خاطر يشغلوا الاكاونت عشان هو كده كده كان قال لهم ان هو مسروق. فالمهم الناس تخلي بالها من النقطة دي عشان موضوع السرقة دي كتر جدا اليومين دول. وشركة اوبر لما بتحب تواصل معاك بتواصل معاك عن طريق الابليكيشن، او شركة كريم عامة اوبر وكريم لما بيتواصلوا معاك بيتواصلوا معاك عن طريق الابليكيشن، مفيش حد بيتواصل معاك عن طريق واتس او بيقول لك ابعت لي رقم واتسك او الكلام ده كله، كل ده كلام فاضي. عشان اليومين اللي فاتوا دول اتسرق عدد بالاكونتات كتير، ودول هاكر بيخش يحط فلوس على الاكونت بتاعك ويبعتها لناس ويبيع بيبيعوا على النت اللي مش عارف الفلوس اللي هي مثلا ايه، يقول لك انت مثلا عاوز 500 جنيه في اوبر ادهم لك ب 200 جنيه، وكل ده على حساب الكباتن الغلابه اللي هو بيتسرق منهم الاكونتات بتاعتهم. فاحنا طالعين نحذر من النقطه دي، واي حد لا قدر الله يحصل معاك الكلام ده او حصل معاك الكلام ده ان انت اتسرق منك الاكونت، روح لشركه اوبر في التحرير هيرجع لك الاكونت في نفس اليوم، وقول لهم ان انا اتسرقت وخد بالك افتح الاكونت هناك وشوف عليك فلوس في رحلات وهميه معموله عشان تخلص الموضوع وانت هناك، بدل ما تمشي ويكتشفوا ان انت عندك رحلات وهميه من ساعه ما الاكونت كان مسروق ويعملوا لك وقف وتخش في موضوع كبير كده مالكش صله بيه. فانت خلي بالك من النقطه دي، واوعى تدي رقمك او تتواصل مع حد ويقول لك ابعت لي الرقم وهات البيانات وهات الكلام ده، عشان كل ده كلام فاضي والناس دي عاوزه تضحك عليك وتاخد منك الاكونت. تمام، دي اول حاجه انا عاوز اتكلم عليها، موضوع الاكونتات اللي اتسرقت وترجع ازاي. تاني حاجه جاي اتكلم عليها النهارده وهي الرساله اللي اتبعتت للناس كلها. في رساله كده اتبعتت للناس كلها النهارده، ده زي تهنيجه من السيستم او حصل مشكله عندهم في السيستم، فبعت رساله
ملهاش اي لازمه للناس كلها. بصوا كده، اوبر لقد قمنا باجراء تغييرات ستساعدك على تحسين تجربتك مع اوبر. الان يمكنك استكمال المستندات التاليه: تحليل المخدرات وفحص السياره من نسيتا بعد استكمال 25 رحله. القصه دي كانت بتحصل لنا زمان، يعني كان زمان لما كنا نشتغل كان يقول لك ايه، هات الرخص بس والفيش، وبعد ما تشتغل 25 رحله تحط تحليل المخدرات واللي هو فحص نسيتا. فبس الموضوع ده اتغير اليومين دول، فشكلها رساله قديمه او في تحديث للسيستم او في اي مشكله حصلت في السيستم، فبعت الرساله دي للناس كلها. انا عن نفسي جات لي وناس كتيره عامله 1000 رحله و100 رحله و10000 رحله 5000، كل الناس دي جات لها الرساله دي. الرساله دي ملهاش اي لازمه ومحدش يحطها في دماغه ومحدش يتكلم عليها كتير، يعني هو زي تهنيجه بس. هي دي القصه، دي اتبعت للناس كلها وانا جاتني الرساله دي النهارده بس. فكل ده كلام فاضي وما تشغلش دماغك بيه. ثالث حاجة بقى وآخر حاجة النهاردة عاوز أتكلم عليها، وهي حاجة في كريم. يعني في كابتن بعت لي لسه قريب إن في مشكلة حصلت معاه في كريم، إن هو جاله رحلة كريدت وصلها، فهو ساكن الرحلة دي جات له من الحتة اللي هو ساكن فيها، فبعدها بكام يوم جات له الرحلة دي تاني ووصلها، يعني وصل الرحلة دي مرتين أو ثلاثة والرحلة دي كانت كريدت. فالشركة بعتت له تحذير وقالت له إن أنت كده، يعني بعتت له مش تحذير، هو عملت له بلوك ان انت ازاي في عندك رحلات وهمية او في رحلات انت عاملها باتفاق مع حد او في مشكلة عندك في رحلات الكريدت. فالمهم ما فهمش حاجة، فراح للشركة وقال لهم ان انا دلوقتي ما عملتش اي رحلات وما فيش اي مشكلة عندي. قالوا له لا، انت في رحلة خدتها والفيزا دي فيزا مضروبة. طب هو دلوقتي، طب ماشي انا معاكو، الفيزا دي فيزا مضروبة، هو شرفه ان مضروبة ولا مش مضروبة؟ هو ملوش دعوة بالقصة دي. لما راح الشركة قالوا له الفيزا دي مضروبة، طب هو شرفه الراجل بالفيزا المضروبة؟ انتوا اللي عندكم المعلومات وانتوا اللي حاطين الفيزا وانتوا اللي عاملين كل حاجة. هو العميل ضارب فيزا او عامل فيزا مضروبة، هو ماله الكابتن؟ الكابتن ما عليه ان بيجي له اوردر بيطلعه وخلاص على كده، فيزا مضروبة مش مضروبة دي مش قصته وهو مش هيدور عليها. انتوا دلوقتي طب ماشي، اول مرة لما خد الرحلة والفيزا كانت مضروبة، انتوا ما عملتوش بلوك الفيزا دي ليه؟ ما وقفتوهاش ليه؟ فالقصة كلها عندكم في السيستم، انتوا تعملوا المشكلة وانتوا اللي تجيبوا المشاكل للكباتن وفي الاخر تعملوا له بلوك وتوقفوه بدون اي سبب. فيعني ربنا معانا قدام الشركات دي بصراحة، يعني العملية بقت زبالة جدا يعني. وكريم اساسا شغلها تعبان، ويعني ان درايفر عليت عن كريم وبقت شغلها افضل، بس مش عارف كريم لغاية دلوقتي عندها سيستم زبالة وتقول لك اصل الفيزا مضروبة. طب هو ماله ومال الفيزا المضروبة؟ هو مالوش دعوة، انتوا اللي خدتوا رقم الفيزا وانتوا اللي خليتوا العميل ركب بيها مرة واثنين وعشرة، ولسه ممكن يكون العميل لسه شغال بيركب بالفيزا المضروبة دي عشان يوقف كابتن تاني، وانت والكابتن ده توقف والعميل اللي هو معاه الفيزا المضروبة هو اللي شغال. فمش عارف انا السيستم او النظام بتاع الشركات دي معمول ازاي او يعني شغال ازاي، مش احنا لغاية دلوقتي مش فاهمين. المهم لو حد فاهم يبقى يفهمنا عشان الموضوع ده زنا حد بجد. المهم لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، وما تنسوش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو في صندوق الوصف، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.